بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، انطلق منذ لحظات وطن الأخير، انطلق شوط الوداع منذ لحظات أيها الإخوة. شوط الجعدان، المهجنات، الأصايل، شعارات أصحاب السمو الشيوخ. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للمشاركين للمنطلقين هنا في هذه الرياضة في هذا العالم الجميل. اذهب هناك إلى المركز الأول. مقدمة هذا الشوط متعب، سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، وهناك مساح سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع فهد بن حسين بن فهد النعيمي. من حضر مع هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق المميز، النقلة على المركز الثالث اللي في المركز الثالث لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم السريع مع سعيد محمد بن سعيد بن حلوة ورابع المراكز. أيضا هناك الكحلي مع شعار سنجار سمو الشيخ أحمد بن سعيد مكتوم سيف بن خلفان على غويس، ما شاء الله حاضرا متابعا هذا الانطلاق. خامس المراكز شاهين، وسادسا ايضا لهجنة الشبه سالم سعيد في التضمير، وفي المركز السابع شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن علي بن عامر العويسي، وثامن المراكز هناك سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم وجمال بن راشد بالشاوي مع نجد الغفلي. هكذا هي النتيجة محاضرة مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. هذب هناك وعنوان الصدارة دائما ما شاء الله ما شاء الله يا متعب ما شاء الله يا متعب، متألق حتى هذه اللحظات الجميلة، هذه اللحظات المميزة مع المركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا أبو مطر على هذا الأداء اللي يقدمه حقيقة متعب حتى هذه اللحظات. انتصفنا المسافة، انتصفنا المسافة وانتصفنا الطريق في هذه اللحظات الجميلة، هذه اللحظات المميزة مع هذه الأسامي الحاضرة بهذا الأداء الجميل، هذا الأداء المميز اللي يقدمنا هجني أصحاب السمو والشيوخ. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للمشاركين للمتابعين هنا في هذه الانطلاقة الجميلة، هذه الانطلاقة الموفقة. يا سلام يا متعب، متعب ما زال يسيطر متمسك بزمام الأمور حتى هذه اللحظات الجميلة، هذه اللحظات الموفقة هنا على أرضية هذا الميدان لسمو الشيخ مكتوم. ايضا متعب يا متعب يا متعب اللي غادر مبكرا، حي هذا السير يا ابو مطر، حي هذا الاداء اللي يقدمه متعب ما شاء الله. خله لا تقول له شيء، خله يرتاح، خله يكيف على هذا العرض الجميل لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ابو مطر سعيد بن عبيد الحميري اللي يقدمه على هذا الانتصار على هذه المنصة على هذا الكادر العلوي. المركز الثاني معطش في ثاني المراكز، ولا بنقول السريع سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة، هناك الكحلي سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوب مع سيف بن خلفان الغويس، ثالثا المركز الرابع والخامس شاهين وشاهين هجن الدشبة سالم بن سعيد في التضمير. روح هناك ودني خلني أشوف العرض، ودني خلني أشوف العرض، لدني خلني أشوف هذا الأداء الجميل اللي يقدمه متعب اللي يقدمه متعب. أبدا ما كلموه ولا ظهروا عصاته ولا ظهروا عصاته ولا حدثوه بحديثهم المميز. الله شو بقول هل زعبيل، سلام زعبيل سلام زعبيل سلام الخوانيج، سلام زعبيل والخوانيج الأقرب للناموس الأقرب للناموس الأقرب لهذه الانتصارات. هو متعب، هذه السلالة الجميلة، هذه السلالة المميزة، هذه السلالة الخطيرة. أشهد أن سلالة متعب غنية عن التعريف، ما بنقول خليجيا إنما عالميا هذه السلالة. شكرا يا ابو مطر، شكرا يا ابو مطر. اولا
على هذا الانفراد الجميل، ثانيا على هذا الناموس اللي تستاهل هذه الجماهير المتابعة لهذا الشعار، المتابعة لهذا الشعار، شعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. شكرا يا ابو مطر. المركز الثاني، هناك ثاني المراكز، شاهين من هجن ند الشبه، وثالث المراكز سالم بن سعيد في التضمير، ولكن سلام من الله، سلام 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 سلام، اولا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وثانيا للمبدع هنا دائما مع هذا الشعار سعيد بن عبيد الحميد. المركز الثاني شاهين، والمركز الثالث شاهين لهجن ند الشبه، المركز الرابع سمو الشيخ مكتوم بن حمدان برا ولا هناك نعم سمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم. خامس المراكز سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، 6 دقائق 14 ثانيه 81 جزء من الثاني تالينا والناموس.